الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشرك أن يبقى إنه بلابنا إياه وحنك صوب حني كتابك معالم السنن ويه معالم السنن النبوية ويه وحنك صوب حني قيبتي كوبادي عقيدة وحين كنا معطي الله بقول يصدح يسقاش الحديث وحب لابنا إياه باب العلم علم أيا بلابنا يا مناسبة علم قال لوجه جي تاس وحويان لبعض تدا بدن أن صارقنا قيام هذا يود لبعض تدا هذا يجنا هذا ينارتا يحوط كا يو يجهنم يسرات كا يوحس سيدا لوجه سرات كوريا وحويان وعقيدة صحة يا عمل صالح عمل صالح أنا وحوق بهنيه علمي بوق بهنيه ساسا علم اللي جوهر مريج محاجر عمل صالح اللي جوبت بعده كسر تقل كوما هذا علم الحين ساسا علم الله بلابين لكن أنت إن حديث هذا بلابين وحنا ربنا إن هردع يا رانو سمعنا علمك علمك وحقوق قيب سماع علم ولا يقانه وحبه هذا كله عبارة عن علم جم حاله جدا يتعريف كيس يقي حدس يحكم الله عبارة عنه لكن علمه برك علم اللي جاه الله يه إنه قوم مسلمين يعني كهال لنا علمه برك حلاق قيبنا يا علم اللي جاه هذا فرض عين هي علم الله اللي جاه هذا فرض كفاية فرض عين كوحوي روح كستاء واجبك يا علم عينه برضو فرض كفاينا وحال الربا بلشدا إن كفلان باهدا أي بلشدا مسلمين تو أقبته دات كفلان إن أي برتان واي فرض كفاينا وشيء جدنا فرض مركا فرض عين كوحويان وحيابها قف مسلم كان أنا كهلينا وحيابها إسلام نمديس أي كسق ميسو على الربا إن روحه اللي بيقانه عقيدة الإسلام كأنه كي يقانه أنت أساسي قاه إلهي سبحانه وتعالى إنه جيره إنه يهي واحد وصن شريك لهين كله إنه عبادة دمته إنه كتل ما ميها وحك استقوى وناكسا وحن أردن أكن الزهن يهي إلهي سبحانه وتعالى وحو إسكت المامي إنه كتل مانته وإسكت المامي أما رسولك كتل مامي إلهي ساسوي إلهي أنت أساسي الرمين سائية دي وحن شاقي يا أنت أقومهم سنون وحكلات رومانية سائله سبحانه وتعالى إنه الدنيا ذن إسوا أبو ري إسكالي هاي مامولانا قدر كأي نكاه اللينيها بين نظرنا أي نكاه اللينيها وحكم ذي هاي مامول كإلهي والدنيا ذا يكون كأي عالم كانوا أب ومامولا يا أي كم ذي هاي بركة كون كإسوا أبو ري إسوا إسكالي إسوا أطلية ومارتي وحصا حلالة وحصا حرامة كلي بعده كرا إتكلوا العابد وكراي مجرته إلهي السادة أدج علانا يسعدك لو أدج علان كرتاي مجرته كذب واحد رمينا يسا إلهي سبحانه وتعالى إنه رسول صادري رسول شي سؤردان واحد رمينا يسا نمان رسول شواد رمينا يسا حال هداد بياني سوحي لم تهدي وكل اللي قود بياني سادة دراد يهود وحي قال ليهين وحي أباها كلاقي خلدان قوني دي هذا اسكبر داف لكن وحي كو قالوا بين نبي عيسى نمر رميسنا نبي محمد نمر رميسنا نصارى دو وحي كو قالوا بين نبي محمد مر رميسنا اسكبر داف إن النبي عيسى سقل دلو رميسنا مر له هو إله مر إله هو إنك إلهي إلهيهين كسكوبة قف كسدو النقضة قف إلهي رميسن أو مؤمن سدو النقضة وإنه رميسو أنبياء إلهي ودم رسوش إلهي ودم إنه رميسوه كتبت إلهي ودم إنه رميسوه كتبت إلهي رمين تيادن وحلقة وضع كتبهاس إن إلهي حقيس أي كيم الدين أي حقيهين وح الله وح كقرنا أي حقهن نظر ما يسوي كدي وح رمينا يسا إلهي إنه ملائك لي هاي ملائك تاس إلهي المخلوقات وإلهي أبو ري رق ماها دمر ماها نور بالغ أبو ري إلهي معاصيان إلهي أمر كيسي قاتان خدماتك إلهي أدري حوله أجرى أدري قبتان ساس انت لغاق الشيء إلهي سبحانه وتعالى وملائك تي إنه غشي أمر رسولك إنه غشي إنه نظر ما يسوي كدي وإن القيامة ذر ما يسوي waa dadkii markay dhintaan in la soo noolaynayo in la soo xashirinayo in la xisaabinayo janno iyo naar inay jiraan xawd inuu jiro xawdka nabiga inuu jiro miisaan inuu jiro xisaabi inay jirto
كتاب الأعمال أو كتبت أنت اللي قرأ قفك قارنا إن ميدك تلقى سينا يقارن بيدك إن لقى سينا يو جدك السراد إنه جرو نار جنة وحي عن سوء عرق دان إنه ترمي سوي إنتا وحا لقى ربا روح كستا أو مسلم أساد مسلم أنه قطة إنتا وحا لقى ربا علمك أسوحا ليلة هذا فرض العين باليلة وحا كالو لقى ربا وحيابها عبادة دكو أنصح يسوء إنه تقام وإن أتقانه ويسدة سيد الله ويسقاته ويسقادتك وإن أتقانه أدوك سوى بالله يستجد يسيد النجاس يسيد ما يريس ويسدة هذا أنه هذا ويسدة لكن يكون باري معي ويسدة ما ركتي شروط دي هذا أركان دي هذا وحيابها ويسدة بورية جنابها هذا يكون سيد هذا قويسن لهي دي واجب كقويس كسيد هذا سمعين لهي شانت السلاة دوت سيد هذا تكن لهي سيد صحة هذا تكن لهي صون كسر السوام الهيد سسح عدو السوام الهيد ما صدق زكدا يسال عدو بحين لهيد وحيابها سنة تقانة هذا كله وحيابها حرانت إيه كوا حرانت أنا إنا تقانوي وحيابها حرانت أه الزينة دو كم تاي ودت كقول الدلاء كم تاي وحنتو أي كم دهي وحصورن كبار بالي ده دايو ودوري وتدواتن كتاب وان دوبي ويدوبيين روحي الربع الكبار بالي ده وحيابهاس أي بر الوالد كاجو أذباري النقطة وحس وحويان وحليلا فرض العين بليلا إنت هاس وحويان روح كاستاء يا لغربا إلى العلب من كهلينا سلوب بدبادو وحجر مركا وحليلا هذا فرض كفاية علمي ليلا فرض كفاية علم فرض كفاية وحوي بولشداس مسلم كأه ماش الدجن أما جود أهان أما ضل أما هاد مثلاً سومالي لأن أنا قصدي عن هاي أما دتك المسلمين ميلوا الدجن علمي قال الربا إن بولشدا على جهله سيد عدرت يا دوا إن لجهله دت كفلاً وعالمين مثلاً كست أو دت كدين تودا يجيب بهين وجد جوابه إن لجهله واه معها أنت يا رايدة سلاد يسونك يكوغا انسحيان عقيدة يكوغا انسحي سي روح والبلغة الربي ماءها روح عالم ومسألة كستك جوابي كرا داتك جوابي كرا مسألة كستو اتماد داتك اوباهدان وعالمين اه وداتك الدين تبراين لهلو اي كو علم غاسوحا للعلا فرض الكفاية لو عدد علماء ومستوى سرائن لهلو تاسوحا وانوحي الدين تا دين تا علم غادا إلا كلا سار سارما مركا لبرانا يومبا وحلو كلا سارا تفسير كقران كا أحديث النبي فقه كا أصوشا وحسلو كلا سارا لكن وحبا انتها كلا سارا اسكسو علي مركا لربو فردو عينك مركا لربانا وحبا كلا سارا وحلقا ربا انت أقوم مهمسن عقيدة دادا عبادة دادا ايكو أنصحيان حارانتي حلاشة اسكاقا إلا نسئنا تقانا روحو البالغا ربا ككلنا وحال ربا إنه وح كستك يقانو أصوشة إنه يقانو تفسيرك إنه يقانو حديثة إنه يقانو فقه إنه يقانو قفع دتك علماء كل جوابي كرم سأل كست إني جيران تاس وحوين وعلوم الشرعية لنا وح وكسب سندينت علوم تكلأ إنه لشة يذو أنا واسيد أكل وفرض كفاية هذا روح الباقي إنه علوم تعبرت شرط واجب ما لكن بالشذا إن إن لجها له بالشذا مسلم كإن لجها له dad wax kasta yaqaan in laga helo waajib dhaqaatir oo takhasus kasta leh in laga helo waajib takhasus kasta oo dhaqtar ah ki maskaxda qaliye kan kala ruux walba in laga helo waajib cilmigaasi waajib weeyo oo fardul kifaaya ah hadii dadka la waayo waa la wada dambabi waxay la mid tahay isagoo meedki la asan waayo oo kale la mid tahay fardul kifaaya la yiraahdo waa in laga helo dadka yaqaan culumta bulshada waa in la yaqaan waa in laga helo culumta كيمياء ده أما كيمستريجا أسترونوميجا يعلمك فلك دتك يقان دتك هوبك سيد الله سمايي يقان دتك دوين كسيد الله سمايي يقان سيد دتك نقالها يقان يدك دتك معمولك يقان يسيد أمها لوم معمولو يعني لما مانك استو علوم تمان تبني علم كي يقان أما ها هاتو ناتشرال ساينس ها هاتو أما سوشيال ساينس لو عسى الله قبيا دتك أنا علمك عسنا وحكم دي هاي علوم تأي واجب كتهاي إن لي يقانه marka cilmiga marka laga hadlayo oo kaliye ta laga ma hadlayo oo kaliye ta cilmi marka laga hadlayo oo baabul cilmi aan ka hadlayn laga ma hadlayo oo kaliye ta culuumta sharciiga laga ma hadlayo labadaas loo qaybinaya midna waxa weeyaan midka
fardu caynka oo qof walba laga rabo inuu yaqaano si caqiidadiisa iyo islaamnimadiisa iyo cibaadaadkiisa ay u hagaagaan, xaraamtii xalaashan uu isaga ilaaliyo, iyo middan ay u baahan tahay bulshadu guud ahaan ay u baahan tahay. Marka waxay ila tahay intaas inay kifaaya tahay. Marka saa darteed culuumta la barto oo idil, culuumta la barto oo dhan, oo maaragtay qaybaheeda kala duwan kulli waa cilmigan ayay soo hosgalayaan. Hal shay oo kale aan ku daro marka, iyadana muhiim waaye, cilmiga marka la baranayo maxaa loo baranayaa? Niyada, Ilaahay niyada ayuu fiiriyaa. Cilmiga markaad baranayso wixii diin ah waa inaad ilaahay darti, diintii ilaahay weeye, diinta barashadeeda inay waajib kugu tahay inaad dadka barto, inaad diinta faafiso, inaad hawshii rasuulku ahayay oo dacwada inaad gudato inay niyada kaaga jirto weeye, aad mushaahar ku heshid, aad sheekh ku noqotid, ha lagu ammaano, magac yeelo, waxaas midna inay kusoo galaan maaha. Liwajhi illaahi, ilaahay darti cilmiga u baro, ilaahay darti ugu cibaadayso, ilaahay darti ee dadka u bar. Ammaan iyo xoolo iyo mansab ku hel iyo waxaas waa inaynan soo gelin. Way inaga hor iman doonaan ruuxii u barta waxyaalaha diinta u barta, aad lacag ku heshid, aad magac ku heshid, dhibaatada soo gaari doonta iyo maaragtay sida loogu goodiyay iyo si loo cadaabi doono waad arki doonta. Culuumtan kale oo ama dhakhtarnimada ama qaybahan dee kala duwan aan sheegnay, marka aad baranayso nafteeda waxaa la rabaa niyadaada markasta. Niyatul mu'mini khayrun min camalihi baa leeyay, niyadaadu in markasta wanaagsan tahay. Inaad u barato cilmigan kada inuu yahay cilmi waajib ah oo Ilaahay kugu waajibiyey oo fardu kifaaya ah, oo aad ku anfacayso muslimiinta iyo islaamka aad ku anfacayso, saan dadka muslimiinta loo gumaysanin, saan muslimiinta loo ihaanaysanin, sayna u waayin dhakhaatiir ku filan oo daaweysa, sayna u waayin dad culimo oo hubka u sameeya inay dadka kale u baryin, oo loogu gumaysanin, oo loo ihaanaysanin, saas niyadu inay wanaagsan tahayna. Saasaa la rabaaye keliya eto keliyata aad mushaahar ku heshidi wax saasa inayna noqonin nasiib darra. Waxa weeyaan macaanida sidaas ah oo wax waliba in ay ku xidhan yihiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo arrimaha sare ay ku xidhan yihiin, waxa inaga baabi'iyey dhaqanka reer galbeedka, thaqaafada reer galbeedka ee maadiga ah, ee maxaa la helaa, maxaa jaga ah, maxaa xoolo la helaa. Laba shay baa la raadiyaa, waad ogtihiin, inuu qofku xoolo helo iyo inuu magac yeesho, rich and famous, labadaasaa la raadiyaa, magacna hel, labadaas. Marka labaduba Ilaahay bay kaa fogeynayaan. Adiga waxaa la rabaa cilmigii baro, laakiin cilmigan waxaad u baranaysaa waxa weeyaan inaad ku anfacdo islaamka, inaad ku anfacdo muslimiinta, inaad ku anfacdo muslimiinta, inayna ahaanoomin, in muslimiinta sare loo qaado, kelimada Ilaahay inay sare ahaato. Maxaa jira haddii aynu muslimiintu horumarsanayn, cilmigii aysan aqoonin, sayniskiisa ayna aqoonin, hubka aysan haysan, waa laga adkaanayaa, cadowgooda ayaa ka adkaanaya, waa la ahaanay sida hadda maanta ayhiin oo kale. Hadda feeri qolyo ayaad diriraysaan, si kamasoo ahatay aan muslimiin han baad diriraysaan, hubka aad ku dagaalamaysay iyagaad ka soo iibsanaysaan, kaad rabta hadda kuma siinayaan yani. Ma waxay masalan hadda waxaa la yidhi carab oo idil oo la isku wada daray, waa inay Israa'iil markasta ka adag tahay, ay ka hubbadan tahay, saas yaa la yidhi. Saas waa yani waa go-aan lagu gaadhay Maraykanka iyo dadkaas ay gaadheen, soo ma. Marka si waxaa looga hoos baxo waa inay dadka muslimiintii ay cilmi yeeshaan. Hadda dowladdii cuhmaaniinta oo dunida 600-700 oo sano ka talinaysa, waxa ku dhadhow waxaa looga adkaaday, waa laga hub fiicnaaday, beeraley bay ahantay, beeraha ay ku sii jireen yaa waxa technology koodi ka sarreeya yaa lala yimid, saasaa looga adkaaday. Marka waa inayna taasi dhicin, sayna taasi u dhicin waa cilmigan la barto. Marka cilmiga la baranayo ama fadliga cilmiga aynu ka hadlayno, waxaas oo idil looma jeedo oo kali ah looma jeedo culumta sharciga ah, kaliyata looma jeedo culumta sharciga. Waan sheegnay inta fardul caynka qof walba laga rabaa, fardu kifaayahana wuxuu la mid yahay kuwan kale unbuu la mid yahay, fardu kifaayahana intan oo kale ayuu la mid yahay. Waxaan rabaa dadka muslimiinta ii
إن قارن اكتفاء ذاتي حاجة فرسما حاجة علمية حاجة فرسما ذا حاجة تكنولوجية هاي تك وحول با إن لا ترتمان ضد كسي أن لو إهاني سنين الدنيا ضد كأن مسلمين تعين لا ترتمان مرك علم جاسة وحول ربع إن السدي هاي لو فهموا أن لو قانون إنه كليته أن وذا دنا قانون بدك عليه مرك العلم جا أركه إنه waxa muhiimka ee muhiimki waa fahmiga inaad wax badan xifdisan tahay xifdigu wuu iska fiican yahay laakiin waa arki doonaa xifdigu wax weyn ma taro walaga waxa weeyaan in wax la fahmo fahm sida abu hanifi iyo imam shafi'i ay diinta u fahmeen fahmi waxa jira dad xufaad leedahay oo xadiisi wixii bay xifdisan yihiin laakiin fuqahaama nabigu inoo sheegi doonaa ruba haamil fiqhin walaysa bi faqihin wa arki doonaa waxa soo aydin marka waxay la tahay ee muqaddimadaas hordhacaas inay tahay daruuri inay tahay cilmiga si aan loogu qaadanin cilmi adduunyada jira iyo cilmi diineed ba jira labadahaas isdawaadiyadaasi wax jira ma ah culuumta maanta ay muslimiintu maanta ugu baahan yihiin waxa weeyaan waa culuumta horumarka dadka gaarsiinaysa weeye taasa loogu baahi badan yahay taasa ugu waajibsan si muslimiintu aanay u ahaanoobin ilaan hadda way ahaanoobeen say ahaanada uga baxaan.